مرحبا مشاهدينا الكرام مجددا معكم في صباح الشارقة، وكل الشكر والتقدير لزميلنا سلطان الشامسي على هذه الفقرة في سوق الحراج في السيارات. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة آدم. الزواج سنة إلهية سنها الله عز وجل لاستمرار الحياة والنسل، وهو ركن أساسي لاستقامة الأفراد واستقرارهم عاطفيا ونفسيا. ولكن اليوم نجد هذه الخطوة تتطلب الكثير من التمعن والتفكير والقلق من قبل الشباب، على الرغم من قدرتهم الكافية لأن يخطون هذه الخطوة. طبعا أكيد بنتكلم مشاهدين الكرام أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ محمد حمود البوسعيدي، مستشار تربوي وأسري. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور والسرور. حياك الله يا الله. يحييكم الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. مرحبا بك في صباح الشارقة. وإذا ما بتكلم شوي عن مسألة متى اليوم نقول أن هذا الشاب فعلا مستعد للمبادرة في مسألة الزواج. أشكركم على الاستضافة القيمة هذه. أريد قبل كل شيء أن أحيي وأشكر وأعطي أعظم الشكر والتقدير للمرأة الإماراتية على مواقفها، ونحن بحاجة إليها صراحة، وخصوصا إذا بنتكلم عن الزواج، مواقفها الوطنية. يعني لما نتكلم عن أسر الشهداء وموقف الأم والأخت والخالة والجدة والزوجة التي ضحت بأولادها في سبيل الوطن بلا تردد، بلا رجوع، بلا خوف، بلا كلل. وكم من مواقف نشوفها في التلفزيون مع شيوخنا تقول أنا بدل عندي 11 عندي 8 كلهم فدا للوطن. فالمرأة الإماراتية نحن بحاجة لها، وأنا أقولها قلبا وقالبا بأشد الحاجة لها في تحدياتنا في المستقبل، وأقولها وكل الدعم متوفر لها من الحكومة الرشيدة وقيادتنا الطيبة الراقية. هذه كل العبادات شرط تقع تحت الشرط أن يكون الشخص عاقل وبالغ. صحيح. فكيف لما يكون الزواج اللي هو نصف العبادة؟ والعبادة هذه راح تمشي معها طول حياتها. صحيح. حتى لو كان في متفرقات، حتى لو كان مثلا لا قدر الله صار الطلاق أو صار الوفاة صار أي شيء، فهذه عبادة الزواج نصف الدين، ويحتاج فيها اللي هو الشاب أن يكون بالغ، يكون عاقل، يكون رزين، يكون عنده ثقافة الزواج. صحيح. بالضبط. جميل. جميل. كيف ممكن يكون عنده ثقافة الزواج؟ يعني المسؤولية تقع على منو هني؟ على الأسرة نفسها، على الأم، على الأب؟ كيف يعرفون أو كيف يعرف الولد نفسه أو الشاب نفسه لأنه هو قادر أنه يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ أبشركم بشار جدا حلوة. المشكلة هذه الحمد لله بعد صبر طويل بدأت تنحل الآن. الآن الأساس الوضع الآن تحت اللي هو تحت رعاية أصحاب الشأن، أصحاب الشأن الزوج والزوجة. فكثير أنا حصل اتصالات، وكثير صارت السيطرة بيد البنت الآن، المرأة الإماراتية صارت مثقفة والشاب صار مبدع ومبتكر. صحيح. فهم كثير الآن يعني التكاليف هو السبب الرئيسي للمشاكل هذه. التدخل الأهل أيضا سبب رئيسي. الآن البنت الإماراتية صارت واعية ومحترمة وبارة بوالديها وعندها ثقة في قيادتها وحكومتها، فهي تتدخل. وتهدي اللي هو التقاليد والعراف والتكاليف. صار عنده مفهوم آخر جديد. بالضبط. أنا الحين لقيت يمكن في خلال السنة هذه كثير من الشباب والبنات تزوجوا بلا ديون، بلا قضايا، وفي قمة العيش والهنا ومستانسين. الحمد لله. أسألهم الأسباب يعني، فألقى أنه إيش الشاب دخل. صار مفاوض ومعروف أنه الشخصية الإماراتية كاريزماتيك. والشخصية الإماراتية بارعة جدا بلغة الجسد. ولغة الحوار والذكاء العاطفي. فالإنسان عنده أهداف في أربع أنواع. في هدف في نوعية في شخصيات معينة الهدف عنده تمنيات ما يسأل عن أسباب كيف أني أمكن نفسي أعمل الهدف هذه، كيف أني أسيطر على الوضع، كيف أعمل هذا اللي هو يبقى الهدف عنده تمنيات. في نوع الهدف عنده يبقى إيش يبدأ يشتغل في الهدف، وأول ما يصاب بالإحباط يتراجع. وفي نوع الثالث عنده مجموعة أهداف كثيرة، حقق هدف واحد تراجع عن بقية الأهداف، قال لك والله الثمن غالي، أنا ليش تعبت حالي وسهر وطالع وهذا. وفي النوع الرابع الذي نحن دولتنا التي تعمل فيه اللي هو الذي يحتفل بإنجازه. جميل. أنا بنت من البنات تقول أستاذ ليش نحن نعمل كل سنة الحين احتفال وفي شهادات ما طلعت، وفي بعض البنات راسبات
يقول عشان تحسوا بلذة الاستحقاق. صحيح. ويمكن الوحدة اللي ما نجحت السنة هذه تقول أنا احترموني وقدروني الإدارة المدرسة واحتفلوا مع البقية بدون إحراج لي أنا. تتشجع مرة ثانية. نعم. تكون إن هي لها مصداقية وتتلذذ بلذة إيش. نعم. فنحن أربع أشخاص. نحن نبغى نتكلم عن الفئة الثانية التي نعم. عندها هدف الزواج. نعم. ولكن أول ما يصاب بالإحباط ترك الجمل وما حمل وخلاص. لا. أيوه. نقول له يا أخي شوية خليك من الفئة اللي نعم. هو الثالثة اللي هو اللي يخطط. تفكير استراتيجي نعم. معناه إيش؟ معناه خططنا في المشروع هذا من بدايتها لنهايتها بعوائقها بمستلزماتها نعم. بجهدها بصبرها وفي الأخير أحتفل. ففي ناس تحتفل 5 سنوات 25 سنة 50 سنة. نعم. صحيح. يعملون احتفالات بحيث إحنا أنجزنا كذا 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 كذا. نعم. هذا نحن ما نريد النوع الأول يدخل في موضوع نص العبادة نصف الدين. نعم. موضوع شائك وصعب وفيه ثقافة تفضلت فيه. نعم. سؤالك اللي هو ثقافة الصبر. نعم. ثقافة أنه لا أنت يا بنت الناس كنت بين أهلك غير. لا. نعم. تقول والله أهلي يسوي لي كذا. أنت الآن مع شخص آخر غريب. نعم. في عقد. نعم. وميثاق بعيد. نعم. أقره الله وأجله الله وأثناه الله سبحانه وتعالى. نعم. فأنت تحملي مثلا بعض المشاكل تيجي كيف أنا يقول لي كذا. الزوج الإماراتي حبيب. نعم. عاشق يعني مستمتع بحياته. وأيضا المرأة الإماراتية ما شاء الله يعني عندها كل القدرات. نعم. اللي هي من الفتنة ومن الجاذبية. نعم. فهنا الزوج ما يبقى شغالة في البيت مثلا. صحيح. لا أنا بقى شغالة. طيب كيف أنا يكون لي خصوصياتي ولا في كاميرا ثالثة. نعم. نحن بروحنا رايحة ولسه في أول شهرين. نعم. فهذه الثقافة الآن دخلت الآن البنات كل بنت الآن هي اللي ماسكة زمام الأمور. نعم. يا ابن الناس أنت تولى أهلك وأنا أتولى أهلي. نعم. إلى ما الموضوع يخلص في خلال شهر شهرين ويكسر عندهم الثقة واعتماد علينا أنه نحن ممكن نمشي لحالنا. لكن إذا دخلنا في مشروع عميق مثل هذا ونحن ضعاف ونحن نسمع القيل والقال ونحن ما معها ليش يسوي لي كذا والأمة توجيهاتها لا 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 لا, لا. هنا الأمور تبقى. أيوة. طيب أستاذ يعني اليوم إذا ما بنتكلم عن تغيير المفاهيم عند الشاب أو الشابة شو أهم المفاهيم اللي اليوم تساعد على عدم التردد من الشاب أو الشابة في مسألة الخطوة بالنسبة للزواج؟ أغلب الشباب اللي شفتهم الآن عارفين كم. نعم. يتطلب الموضوع. نعم. حتى في بعض الناس قالوا لي والله محمد صلاة الزواج عندنا ما تفضى طول السنة ففي. نعم. إقبال شديد جدا. نعم. طيب اللي يتأخر يكون بس عملية تكاليف إنه مثلا والله هاي الصلاة بتوفر عليه كثير وهذا جهد الحكومة. نعم. ما شاء الله في مراعاة الشباب. نعم. نعم. فإذا كثرت الصلاة ممكن الأغلبية كلهم في منهم حاجزين بعد 4-5 أشهر. صحيح. فتكاليف أن واحد يتزوج وبدلهم ما يرتاح ويطلع في الأمور مثل هذه. نعم. في أغلب الشباب يخططون وعلى فكرة أغلب الشباب صار عندهم أسباب من أسباب العزوف منها أسباب وجيهة جدا. نحن أعلى نسبة في العالم اللي هو دراسات ماجستير والدراسات العليا. نعم. فمنهم يقول لك أنا بكمل قبل ما ارتبط أريد أكمل. أيوة. ماجستير ودكتوراه. نعم. في منهم صاروا لهم مناصب شباب. نعم. قيادين جدا. نعم. شباب صغار ومناصب كبيرة جدا يقول لك أنا ما فيني أظلم بنت الناس خليني شوية أكون نفسي وأحقق المشروع حياتي هذا. نعم. ويكون عندي أساس من الدخل وأساس. نعم. من التجارب أتزوج وسبحان الله الأمور يعني في بشائر جدا. أنا أول كنت أتلاقى كثير مكالمات. نعم. اللي هو الإزعاج وكفاءة الحين لا 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 السيطرة أصحاب الشأن. نعم. اللي هو الزوج والزوجة صار يفهمون ومن تجارب سابقة من أخواتهم من أمهاتهم من هذا صار يفهمون أنه لا أنا لازم أثبت نفسي لازم صار في وعي وصار وعي. في إدراك بالنسبة لأهمية الزواج وموقفي أنا اليوم من الزواج هل أنا فينا كثير من الشباب حين نعرفهم أقدموا على الزواج لكن لمجرد الزواج فقط يعني كشكل أن أهلي يبوني الزواج يلا بالزواج وتتراكم المشاكل اليوم يعني كيف تشوفون الوضع اليوم الاختلاف الهائل اللي صار في مفهوم الشباب والشابات في مفهوم الزواج وخاصة أن الثقافة اليوم. نعم. موجودة مثل ما ذكرت وتفضلت في البداية هل هذه الأمور يعني على سبيل المثال الشاب إذا أجل مسألة الزواج عشان يكمل دراسته ممكن أن هذه الأمور تخلق الكثير من المشاكل ممكن نعتبر هذه الخطوة مثل تحدي بالنسبة للشاب أو حتى الشابة في نوعين في نوع اللي يأخذ زوجته تكون هي متعلمة لأن الحين متطلبات الشاب الإمارات شو اللي من الزوجة تكون متعلمة تكون مثقفة تكون صبورة فأغلبها أغلب الشباب يكون يأخذ زوجته وياه وهي تكمل معه الدراسات العليا. نعم. وتخلص الأمور معه في بالنسبة لي. نعم. يعطيك الصحة والعافية أستاذ محمد نحن شاكرين لك أكيد تواجدك معنا في استديو صباح الخير الله يحفظكم الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية.
إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذ محمد حمود البوسعيدي مستشار تربوي وأسري على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين متواصلين معاكم مشاهدينا في صباح الشارقة، لكن بعد هذا الفاصل تريونا.